شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صورة عائلية نادرة جمعتها بخيا، ونالت صورة إعجاب جمهور إليسا يلي أثنى على جمالهم وتمنوا لهم السعادة والصحة. من سنة 1917 ما عاد أفراد العائلة المالكة بحاجة لكنية تعرف عنهم، بس الملك جورج الخامس أصدر مرسوم صرح فيه أنه كنية العائلة المالكة صارت ماونت باتن وينزر، مع أنه ما منلاقي أي فرد بيستخدم كنيته، والتسمية بتكون مرتبطة بالمكان أكتر، مثلاً الأمير ويليام من كامبريدج، الأمير هاري من ويلز. بمتابعة لقضية الدعوة اللي رفعت ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد انتشار فيديو ظهرت فيه بإحدى الحفلات عم تستهزئ بنهر النيل بعد رد على إحدى معجباتها اللي طلبت منها تغني ما شربتش من نيلها، وقالت لها هيجيلك بلاريسيا، حدد بتاريخ 23 كانون الأول ولجلسات محاكمتها بتهمة بث دعايات مثيرة وإهانة الدولة المصرية. نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك صورة أثارت جدل طويل بسبب حجم شفافها، ونالت صورة آلاف الإعجابات والتعليقات. نشرت الممثلة المصرية زينة صورة للفنانة أمل حجازي ووجهت لها رسالة بعد ما أعلنت الأخيرة ارتداء الحجاب، وقالت زينة ما بعرف شو سبب هالحب مع أني ما بعرفها، بعدها قدرت لاقي سبب لحبي إلها لأني فهمت أنها إنسانة حقيقية بكل تصرفاتها، وبعد عرفت أنها تحجبت فحبيتها أكتر مع أني مش محجبة. كشفت نجمة التلفزيون واقع كيم كارداشيان عدة أسرار بتتعلق بحياتها الشخصية والعملية، وقالت أنه تجربة الأم البديلة صعبة كتير عليها وعلى زوجها كانيي ويست، واعترفت أنها دايما كانت تكره تكون حامل، بس برغم من هالأمر بتتمنى تكون حامل من جديد. تألقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي كعادتها خلال حفل أحيته بالسعودية، واللافت كان قصة الفستان الضيقة عند الخصر يلي أثبتت عن رشاقتها بالرغم من الحمل. فجرت المغنية العالمية الشهيرة نيكي ميناج إمبلة فنية، فظهرت عارضة الصدر على غلاف مجلة بيبر وبدت بثلاث نسخات وكأنها عم بتغازل نفسها بطريقة حميمة. باستفتاء أسبوعي بيقوم في موقع الفن طرحنا على الجمهور العربي السؤال التالي: من تفضلون أكثر كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice، أحلام أو نوال الكويتية؟ وكانت النتيجة 52% نوال الكويتية و 48% أحلام. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهم زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بيقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.